العقل السليم في الجسم السليم مع دكتور فيليب حدسي على راديو تموز. العقل السليم في الجسم السليم كل سبت بإعاد الأحد 10 صباحا بتوقيت بيروت معي أنا دكتور فيليب حدسي على راديو تموز الإلكتروني. Prevention is one of the highest health therapies humans can witness through natural therapies. It is done by eliminating what causes the organs to weaken. And that is by managing the food intake, the drinking of water, the supplements to build up the cells, and the stress management to clear up the mind towards a healthy body and mind. The aim of the iridologist is to build up the whole body against diseases and symptoms. Using nutritional therapy and stress therapy using the iris will diagnose the weakness and strengths of the organs. I am Philip Hadathy, doctor in alternative medicine. I combine my three specializations, iridology, nutritional, and stress therapy in one comprehensive treatment journey. My happy patients are my success stories. Nothing is impossible. I am here to help. You're not alone. Don't hesitate to reach out to me anytime. I look forward to hearing from you. Stay safe. اليوم من راديو تموز الإلكتروني عبر برنامج العقل السليم بالجسم السليم رح نتناول جهاز العضلي، نحكي عن عضو معين. لسبق حكينا عن عضو آخر خاص بالجهاز العضلي، رح نحكي عن عضلة القلب. عضلة القلب بتتأثر بأكل بضعفها مثل الحليب ومشتقاته، بالإضافة لبعض السكريات، ما هنفوت تفاصيل مثل ما سبق قلنا لأن ما معنا وقت، وبقلة المي. الكافيين كمان عامل أساسي لتضعيف عضلة القلب. لما تضعف عضلة القلب بيبطل في ضخ الدم مزبوط بالقلب، ليصير شغال مزبوط لهالدم يمشي مثل ما لازم بالأعضاء، لهالأعضاء تتخلص من الرواسب. فلما بتتعب عضلة القلب مثل ما سبق وحكينا، حتى النفس بيتضايق، معقول يتأثر وجع الراس، معقول يتأثر الضغط كمان. هيدا خاص كمان بالدورة الدموية الخاصة بالجسم. كان معكم دكتور فيليب حدسي، دكتور في الطب البديل، دكتورة في العلوم في الطب البديل. دكتور، لما بنحكي عن الطب البديل عم نحكي عن كل شيء معالجات خارجة عن نطاق الكيميائي. أخصائي في العلاج الغذائي، أخصائي في التشخيص القزحي، أخصائي في إدارة ومعالجة الإرهاق. العقل السليم في الجسم السليم كل سبت بإعاد الأحد 10 صباحا بتوقيت بيروت معي أنا دكتور فيليب حدسي على راديو تموز الإلكتروني.